بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الباحثين والباحثات. أشرف بلقائكم محدثكم الدكتور عبد المنعم سعيد في هذه الدورة بعنوان الأوراق البحثية ونشرها في المجلات العلمية المحكمة والتي تنظمها مؤسسة المنارة للاستشارات، تلك المؤسسة المميزة والمتميزة في مجالات البحث العلمي والنشر والاستشارات الأكاديمية. سيمتد لقاءنا بإذن الله إلى ما يقرب من ساعتين، يعقبه مساحة زمنية لأسئلتكم الكريمة. أتمنى أن يكون هذا الوقت مفيدا ومثيرا لكم، وألا أكون عليكم ضيفا ثقيلا. فعلى بركة الله نبدأ. دعونا نستعرض معا محاور الدورة بعونه تعالى. محاور الدورة ستتناول الهيكل العام للورقة البحثية وأهداف البحث العلمي، بعض النقاط في كتابة ورقة بحث جيدة، الفروق الرئيسية بين ورقة البحث للنشر في المجلات الأكاديمية وتلك المعدة للمؤتمرات العلمية، وبعض النقاط الهامة حول نشر الورقة البحثية في مجلة أكاديمية. نتكلم إن شاء الله عن العوامل والمقاييس التي يجب مراعاتها عند تقديم الورقة البحثية لمجلة أكاديمية، ثم ماذا تعني بعض مقاييس جودة المجلات الأكاديمية مثل Q Factor، مؤشر H، AIS، Agent Factor، معدل قبول المجلة، سمعة المجلة، عملية مراجعة الأقران، وGCR. إن شاء الله سنتناول كل هذه الترمولوجيز والمصطلحات في الدورة. كيفية التواصل مع المجلات الأكاديمية وطلب النشر، ثم سنختتم بإذن الله كيف يمكن التمييز بين المجلة الأكاديمية الحقيقية والمزيفة. وإذا وصلنا إلى الهيكل النمطي للورقة البحثية، لن نجد اختلافا كثيرا أو كبيرا أو ملحوظا بين الهيكل النمطي لورقة بحثية مقدمة لأكاديمية ديجري ماجستير أو دكتوراه، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر علمي، أو ورقة بحثية مقدمة للنشر في مجلة علمية. In general يعني في العموم، الورقة العلمية بتتكون من ملخص لابستراكت والمقدمة ومراجعة الدراسات السابقة وطرق البحث، نتائج البحث، مناقشة النتائج، الخلاصة، المراجع. وخليني أتوقف عند ملحوظة مهمة للحقيقة أنا يعني اهتميت قوي أن أكتبها وأوضحها في هذا المجال، وهو تأثير الذكاء الاصطناعي على مجال البحث العلمي. انتو جيل ما شاء الله يعني اغبطكم على هذه النعمة، ويا نعمة التولز اللي في ايديكو، الريسيرش تولز اللي في ايديكو، وممثلة بالخصوص في الذكاء الاصطناعي اللي انتروديوست على الفيلد من عام او اقل من عام، وكانت البكورة في تشات جي بي تي 3.5 فيرجن، وبعدين حدث الى 4 فيرجن او بينج، بعدين جه في الكومبيتيشن معاه او في المنافسه معاه برضو جوجل، وعدد لا يحصى من محركات البحث اللي دريفن او بيقودها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي انا بعتبره طبعا ثوره بكل المعاني في كل المجالات. الذكاء الاصطناعي هيدخل على فكره في حياتنا كلها، بس خليني أركز على البحث العلمي لأن ده مجالنا يعني واهتمامنا. الذكاء الاصطناعي نعمة ونقمة. نعمة في إن هي massive tool، يعني very helpful و very useful، و يعني فعلا tool عظيمة في data collection وفي كتابة الارتيكلز وفي الريفرنسينج وفي السيتيشن، بتوفر لك بضع تكات على الزراير بتاع الكيبورد كمية هائلة من المعلومات. وأزعم ان ممكن استخدام الانتليجنس الارتيفيشال انتليجنس AI في انك تعمل بحث علمي من لا شيء، يعني بمعنى انك انت تسأل الذكاء الاصطناعي يا باش اعمل لي الموضوع ده، هيعمل لك الموضوع ده، وهيجيب لك السيتيشن والريفرنسينج كل حاجة، وهيديك حاجة كده كيكة جاهزة على الطاولة. ودي المشكلة، المشكلة انه
اختصر علينا مسافات هائلة من الجهد، وده شيء رائع، والداتا وده شيء رائع، لكن في هذا العسل يوجد سم. وهقول لكم اكزامبل صغير فيري انترستنج، يعني ده حدث في محيط اسرتي انا صغير. بنتي دكتوره ودخلت على الذكاء الاصطناعي، موقع الذكاء الاصطناعي، وطلبت ارتكل معين، واعطاها الموقع بدون ذكر الاسماء، يعني اعطاها الموقع ارتكل رائع وفخم وانيق ومنظم ومرتب، وفي نهايه الارتكل اعطاها 10 ريفرنسز، حاجه فانتاستيك. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ومن شغف من شغفها حاولت يعني تشوف، طبعا عملت ري فريزنج، وده موضوع تاني اللي هو يعني ترتيب والتنميق والتظبيط. يعني دخلت من باب الشغف على الريفرنس الاولاني تشوفه ايه قصته، وجدته فيك يعني مزور. طب الثاني مزور، الثالث مزور، العاشر مزور. طبعا كانت مصدومه، وجات لي وهي مصدومه، قلت لها لا تنصدمي، لان ده جزء من الجيم، جزء من الجيم بتاع الاي اي، ارتفيشال انتليجنس. ارتفيشال انتليجنس من الذكاء بمكان انه يستطيع تو فلسفاي الفاكتس، انه يديك معلومه مكذوبه بس معلومه منمقه ومرتبه ومنظمه، وشكلها الريفرنسز كلها اي بي اي، اللي هو الاي بي اي ستايل في الريفرنسنج، وشكله جميل طبعا. لكن ده جزء من السم اللي في العسل، فحذاري انك تقع في هذا المطب. لازم يكون بحثك هو بحثك انت، مش بحث الذكاء الاصطناعي، رغم انك انت تستفيد من امكانياته في تجميع الماده العلميه ليك، وايضا في تجميع الريفرنسز، واي نوت، لكن تبدا الفحص والتدقيق، ثم تحط بصمتك انت في الترتيب، بصمتك انت في الفريزنج، بصمتك انت في المعاني، بصمتك انت في السيتيشن، لانه واضح انه الذكاء الاصطناعي يستطيع انه يجذب علينا، لانه ذكي، لانه ذكي. صحيح البشر هو اللي عمله، لكن الهيوج اماونت اوف من الخوارزميات اللي بيشتغل بيها، والاكويشن اللي بيشتغل بيها، والفورمولاز اللي بيشتغل بيها، يستطيع مع الوقت والممارسه انه ديفلوبينج هيز اون، ويبقى هيز اون. ده هو المشكله الكبيره في البحث وغير البحث، بس خليني اصب كلامي على البحث. لابد انك تراجع الماده العلميه، ثم تتاكد من السيتيشن او الريفرنسنج، ثم تحط انت اسلوبك ومذاقك وفهمك للماده البحثيه، بحيث نقرا من البحث بتاعك شخصيتك، شخصك البحثي، شخصيتك البحثيه، مش شخصيه الذكاء الاصطناعي. وخلينا ارفع العلم بتاع التحذير واقول، او التنبيه، واقول ان بقى في دلوقتي سايتس او ابلكيشن بتكشف مقدار الاقتباس من الذكاء الاصطناعي، زي ما تعودنا ان في مواقع كتيره وابلكيشن كتيره بتبين مدى الاقتباس من الاوثرز او الناشرين او الباحثين اللي سبقونا. في واحد منهم لا تذكره يعني دلوقتي، اوريجيناليتي اي اي، ده يكشف لك قد ايه انت اقتبست من الذكاء الاصطناعي. ده معناه ان الاكاديميك سنترز دلوقتي تقدر تستطيع انها تعمل تريسينج باك ل هاو ماتش انا اقتبست من الذكاء الاصطناعي. فحذاري من مطب الذكاء الاصطناعي، لكني بحس طبعا، وشيء رائع انك انت تحصل اكبر فايده من الذكاء الاصطناعي وتتجنب مذالق الذكاء الاصطناعي. في العموم البحث العلمي بيحقق لنا 4 حاجات أساسية: بيبحث عن الحقائق، بيحل المشكلات، بيجيب عن أسئلة، ويوضح أو يفسر ظاهرة غير واضحة. خلينا برضو نتكلم عن بعض النقاط في كتابة ورقة بحثية جيدة. مطلوب ان احنا نكتب مقدمة واضحة وموجزة عن موضوع البحث وأهدافه وأهميته وسؤال البحث أو فرضيات البحث، ثم نعمل literature review وافي ومفيد، بانه يطلع لي ويطلع
باستنتاجات مهمة، مهمة لي أنا في بحثي، ومهمة لمن يقرأ بحثي عن اللي أنا استفدته من الدراسات السابقة. والدراسات السابقة الحقيقة أهم حاجة فيها إنها تسلط لي الضوء أو توضح لي أو تحط البوينتر على المؤشر على الفجوات في البحث العلمي اللي أنا ببني عليها بحثي، لأن أنا بحثي عشان بريدجينج أو كلوزينج أو يسد أو يسدد خانة من خانات أو فجوة من فجوات البحث العلمي. أستخدم في ورقتي البحثية لغة واضحة وموجزة، أستخدم الأدلة عشان أدعم بيها الفرضيات بتاعتي، أدعم بيها الادعاءات بتاعتي العلمية، وأقدمها بطريقة مقنعة وواضحة. أكتب الورقة بتاعتي بشكل منطقي ومتسلسل يسهل معه المتابعة للورقة، لأن ده بيريح اللي بيراجع وراي الورقة ويديله أريحية، وده لمصلحتي طبعا هذه النقطة تكون موجودة. أدقق الورقة بتاعتي بعناية قبل ما أرسلها سواء للمؤتمر أو للمجلة، خوفا من وجود أي أخطاء نحوية أو إملائية أو في الترقيم. نتكلم عن الفروق الرئيسية في الورقة البحثية للنشر في مجلة أكاديمية واللي ببعتها أو أبعتها لمؤتمر علمي أنا أحضره وأقدم الورقة فيه. الفروق الأساسية في الجمهور، جمهور المجلة خبراء، خبراء متخصصين، في حين جمهور المؤتمرات بيبقى كوليكشن أو جمع من الباحثين والممارسين والمهتمين. طول الورقة البحثية في المجلات أطول، وممكن أبعت لحد 20 ورقة 20 صفحة للمجلة، في مقابل المؤتمر لا، المقابل من 6 المؤتمر مقابل في 6 إلى 10 ورقات في حالة المؤتمر. عمق التحليل، المجلة عايزة مني عمق لأنها تخصصية أكتر من المؤتمر، واللي بيراجعوا الورقة في حالة المجلة خبراء في هذا المجال، فعايزين مني عمق في كل السكشن أو الأقسام المهمة في الورقة. عملية المراجعة في حالة المجلة في لجان بتتكون اللي هي بير ريفيود، يعني بتتكون من خبراء في المجال البحثي بتاع المجلة، في حين المؤتمر أيضا في لجنة للمراجعة، لكن لجنة خفيفة وسهلة والأمور ميسرة وقتا ومراجعة. كمان من الفروق عملية النشر publication process. في أوراق المجلات تخضع لمراجعة الأقران اللي هي مجموعة بير ريفيود، دي مجموعة خلفية أنا مش شايفها، لكن التواصل بين هيئة تحرير المجلة وبين اللجنة دي بتاع الخبراء، واللجنة دي نيوترال يعني متعادلة، يعني مش هتيجي معايا أو تيجي عليا، هي بتمارس شغلها بحرفية شديدة في مراجعة الورق. في حين المؤتمر قلنا برضو في لجنة، بس اللجنة خفيفة ولجنة ميكس، فالأمور أبسط. بشكل عام تعتبر أوراق المجلات أكثر شهرة من أوراق المؤتمرات لأنها متخصصة في المجال، فيقراها متخصصين ويستفيدوا منها متخصصين، ويبني على بحثي في المجلة دي متخصصين آخرين، في حين المؤتمرات للنشر والإعلان مساحة واسعة للنشر، وكمان توصلني إلى جمهور أوسع وبطريقة أسرع. تكملة للنقاط العامة لكتابة ورقة بحثية سواء لمجلة أكاديمية أو مؤتمر علمي، لازم أخصص وقت مناسب لجمهور المجلة أو جمهور المؤتمر، وأكون موجز. الإسهاب ده في أوراق الماجستير والدكتوراه، لكن أوراق المؤتمرات والمجلات أكون موجزا، ويهمني قوي ويهم الأوديونس بتوعي أو الجمهور بتاعي إن أقدم له لمحة عامة واضحة عن البحث المقدم،
وسؤال البحث ومنهجية البحث ونتائجه وأهمية النتائج. أهمية النتائج بتجذب انتباه سواء المؤتمرين أو المجلة. ليه بحثي أنا مهم؟ وليه بحث مهم جدا في المجال بتاعي اللي أنا بتكلم فيه؟ وليه مهم لنطاقات مختلفة ودوائر مختلفة من اللي هيستفيدوا من هذا البحث؟ وده يبان في الآثار المترتبة على البحث. ثم أهتم أوي بتعليقات الآخرين. قبل إرسال الورقة أقعد مع المرشد أو السوبرفايزر أو يعني الكونسلتنت وأسأل زمايلي والخبراء في المجال ده عن البحث ونقاط البحث. لازم أختار موضوع ليه صلة مباشرة بمجال البحث ويكون مهم للحاضرين، الأوديونس دول الحاضرين يهمهم البحث ده بشكل أو بآخر، وراجع مراجعة كويسة جدا وافية للدراسات السابقة وأقدم نتائجها أيضا بشفافية، وأستخدم المرئيات جداول رسوم صور مساعدة، وكتابة تكون بأسلوب واضح وسهل، وأركز قوي على نتائج البحث والآثار المترتبة، ثم أعرض عرض تقديمي يبين الفوائد بتاع البحث، لمحة عامة عن البحث بطريقة تريح سواء بتريح المراجعين أو هيئة تحرير المجلة أو الجمهور اللي هعرض عليه الورقة بتاعتي، وأكون طبعا مستعد للإجابة على أسئلة الجمهور. لو عملنا مقارنة كده بجدول ظريف كده ولطيف وسهل في بين النشر في مجلة علمية أو العرض للورقة العلمية في مؤتمر علمي، سرعة الانتشار طبعا المؤتمر العلمي مساحة واسعة من الحاضرين والحضور ومساحة متنوعة وأطياف متنوعة من الحضور ثم بسرعة. الشهرة ومجال الرؤية طبعا المؤتمر. الإسهام العلمي الحقيقي المجلة، لأن ده تخصص بقى، تخصص ديب يعني وبعمق. حداثة الموضوعات المؤتمر، لأن المؤتمرات دي كل 3 شهور كل 6 شهور كل سنة لكن متجددة والريتم بتاعها سريع وبتدرس ما هو أحدث. الجودة العلمية طبعا المجلة، لأن دي تخصص، ده نتكلم بقى عن حاجة شيء تخصص وخبراء يراجعوه ويعرض على خبراء في المجال بتاعها. مساحة الكتابة المجلة لأنها بتديني مساحة واسعة في عدد الصفحات. التحكيم العلمي المجلة طبعا خبراء. معدل القبول المؤتمر، لأن فرصتي في قبول الورقة في المؤتمر أعلى قوي من فرصتي في قبول الورقة في المجلة. آخر حاجة فرص المراجعة والتعديل، المجلة الحقيقة بتديني فرص للمراجعة والتعديل لأن اللجنة اللي هي بير ريفيو دي بتبعت لهيئة التحرير اسألوا الباحث إنه يعدل كذا 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 أو يراجع كذا كذا ويقدم لنا الورقة تاني. الورقة ترجع لي أعمل فيها التعديلات وأبعتها على هيئة التحرير، هيئة التحرير تبعتها على لجنة المراجعة، وهكذا لحد ما تظبط الامور. فدي فرصه ليا بالنسبه لي ان انا اعدل وراجع لحد ما تنال القبول. يديني الفرصه ان انا افي بالمتطلبات واراجع بدقه واريحيه قبل تقديم الورقه العلميه للنشر. ثم اول ما اخلص المسوده اخد فرصتي في الاستفاده من تعليقات سواء السوبرفايزر بتاعي او الكونسلتنت الاستشاري زملائي الناس اللي ليهم خبرة في هذا المجال ونشروا اوراق بعد كده. يهمني ان انا اقوم بالتدقيق اللغوي قبل ارسال الورقة عشان اتفادى اي اخطاء في الورقة. اقدم الورقة في الوقت المحدد، أتأكد من دقة وتنظيم الورقة واللغة اللي أنا استخدمتها، ويهمني في الورقة العلمية اللي ببعتها أني أكون سلطت ما يكفي من الضوء على أهمية الورقة، الأول على سؤال الورقة، مشكلة الورقة، فرضيات الورقة، أو خلينا أقول سؤال البحث، مشكلة البحث، فرضيات البحث، ثم النتائج اللي أنا توصلت ليها في البحث وأهمية وانعكاسات هذه النتائج على كل المهتمين بهذا البحث في هذا المجال.
أكون مستعد طبعا على الإجابة على كل الأسئلة اللي هتأتي من هيئة التحرير الأول. قد تكون أسئلة عامة تنظيمية للورقة، أما الأسئلة الخاصة المتعمقة فتأتي من لجنة البيريفيو. أكون محترف في الورقة كتابة وعرضا واستعراضا للنتائج. يهمني إن أبقى فاهم في كل هذه العملية الجمهور اللي أنا المستهدف في المجلة. يهمني في الورقة أكون كتبت ملخص واضح وموجز وغني بالمعلومات عن كل حسيات الورقة العلمية. موضوعي طبعا مرجح إن هو يستحوذ على انتباه الجمهور واهتمام المجلة نفسها، وده يطمني إن أنا استعرضت الدراسات السابقة بدقة وشفافية. وأقصد بكلمة شفافية إن الدراسات السابقة تكون بتغطي يس ونو، تكون بتغطي الموافقات والتوافقات مع أهداف البحث، مع فرضيات البحث، ثم أيضا الدراسات السابقة بتغطي الجانب اللي هو نو، اللي هو ادعاءات أو فرضيات مقابلة معاكسة. وبالتالي أنا هوصل للجمهور وأوصل للجنة البيرفيو، أوصل لهم بادعاءات أو حقائق ثابتة مؤكدة متيقنة إن أنا عندي في خلفيات البحث، عندي اليس والنو فيها، وعندي جوانب السلب وجوانب الإيجاب، بمعنى إن أنا مسلح بفكرة واضحة صلبة مدعمة بالفاكت أو مدعمة بالبراهين. لا يفوتني في الورقة البحثية استخدام المرئيات، جداول رسوم وصور. ثم يهم جدا اللجنة، لجنة التحرير، يهم جدا إن أنا أبرز الشكر والتقدير لكل اللي ساهموا في الورقة. في الخلفية اللي مش شايفها الجمهور أو اللجنة بتاع هيئة التحرير أو الظاهر منها، في هنا تيب أند تريك اللي هي نقطة ذكية شوية، إن أنا أشرك معايا في الشكر والتقدير لجنة تحرير المجلة، وخصوصا لو كانوا هامات وقامات علمية في المجال اللي أنا بتكلم فيه، فأذكر أسمائهم في المجلة. طبعا في بعد آخر بيذهب إليه بعض الباحثين إنه يشرك بعض هيئة المجلة معاه في البحث عشان يدعم بحثه، لكن لو لم يكن هذا هو الواقع يعني، فلازم أشكر وأقدر كل من ساهم في البحث ومنهم هيئة تحرير المجلة. أذكر الملاحق اللي هي بتبين عمق البحث وميدانية البحث، يعني الملاحق دي فيها الاستبيانات، فيها نصوص المقابلة، فيها جداول، ده كله بيبين الجهد الميداني العملي في البحث. حط في دماغي طبعا انه المتطلبات المحددة تختلف من مجلة لمجلة، ولا انسى المؤثرات البصرية القوية، واتحلى بالصبر. اتحلى بالصبر موضوع قبول الورقة في المجلات، وخصوصا المجلات ذات الاعتبار تاخد أسابيع شهور وربما أكثر، فعايزة نوع من الصبر والتحلي بالصبر. نأتي إلى العوامل والمقاييس التي يجب مراعاتها عند تقديم ورقة علمية أو ورقة بحثية لمجلة أكاديمية للنشر أو مجلة علمية للنشر. أول عامل هو عامل تأثير المجلة.
جي اي اف جورنال امباكت. هذا العامل مهم لانه بيقيس متوسط عدد المرات اللي يتم فيها الاستشهاد بالمقالات المنشوره في مجله في مجلات اخرى على مدى عامين. فجي اي اف بياخد مقياسه على مدى عامين، لان في مقياس تاني بياخد في اعتباره الاقتباسات وعدد الاقتباسات في 5 اعوام. ويشير عامل التأثير الأعلى إلى أن المجلة أكثر تأثيرا وأن مقالتها من المرجح أن تتم قراءتها والاستشهاد بها مقابل باحثين آخرين، وده معناها أن المجلة أقدم وأكثر رسوخا واستخداما وشيوعا. يبقى جورنال امباكت فاكتور جي اي اف ده عامل مهم أخده في الاعتبار. العامل الثاني مؤشر الاقتباس من المجلة جورنال سيتيشن اندكيتور جي سي اي، ومقياس الحقيقة شاب شوية أو جديد شوية مشابه لعامل التأثير ولكنه أدق وأكثر تعبيرا. ده تقريبا effective أو بدأ في استخدامه والاعتماد عليه من تقريبا 2 سنين، فهو الأحدث من جي اي اف، لكن جي اي اف اللي هو عامل تأثير المجلة أكثر انتشارا وأكثر عمومية. جورنال سيتيشن اندكيتور جي سي اي يستخدم منهجية مختلفة عن الجي اي اف، ويتم حسابه بأخذ متوسط عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بالمقالات المنشورة لمجلة في مجلات اخرى. وهو الافضل في تقييم المجلة باعتبار انه هذا المؤشر بيمثل قيمة 1 وتعني المستوى العادي للمجلة ويبنى منها الأكثر والأعلى. الدرجة إيجين فاكتور هي مقياس آخر لتأثير مقالات المجلة على المقالات الأخرى في مجلها، ويتم حسابه باستخدام خوارزمية معقدة تأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بالمقالات والمجلات التي يستشهد بها. من ضمن العوامل والمقاييس التي يجب مراعاتها عند تقييم مجلة أكاديمية أو علمية للنشر درجة تأثير المقال Article Influence Score AIS، والحقيقة هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده إن شاء الله في سلايدز قادمة. هذا المقياس هو كأنه عملة عملة معدنية، يعني لها وجهين، أنا بنقول عليها كتابة وصورة وكتابة، لأنه بيقيس قوة وتأثير المقال نفسه لكن ممزوج او متأثرا بقوة ومكانة وسمعة المجلة. فهو بيقيس تأثير المقالة ومقياس من خلال حساب مراعاة عدد المرات اللي يتم فيها الاستشهاد بالمقال والمجلات اللي تستشهد به، لكن بتأثر بعد كده لما نشرح ان شاء الله بسمعة ومكانة المجلة نفسها. مؤشر اتش من ضمن المقاييس اللي تستخدم لتقييم المجلة العلمية، وبيقيس إنتاجية وتأثير منشورات الباحث، ويتم حسابها عن طريق حساب عدد المقالات اللي يتم الاستشهاد بها على الأقل H مرة، و H نفسها عبارة عن 10 مرات. وعامل التأثير لمدة 5 سنوات، في طبعا عامل التأثير لمدة 2 سنين الجي اي اف، لكن 5 سنوات دي فيها تبقى تريك شوية. في مجلات ما تقدرش تحسب فيها عامل التأثير لمدة 5 سنوات لأن هي أصلا عمرها في النشر مثلا 3 سنوات، يبقى لا ينطبق عليها عامل التأثير لمدة 5 سنوات. فالمجلات اللي تقدر تعمل تحسب فيها عامل التأثير لمدة 5 سنوات على الأقل عمرا في مجال النشر لازم يكون مينيمم أقل حاجة 6 أو 7 سنوات، يعني بمعنى إن هو نفسه جواه مضمونه إن المجلة دي أكثر عراقة أو مجلة حديثة. من ضمن العوامل والمقاييس التي تؤخذ في الاعتبار عند مراعاتنا عند تقييم مجلة علمية للنشر أو مجلة أكاديمية للنشر جودة ومراجعة الأقران للمجلة، اللي هي اللجنة اللي أنا مش شايفها ومش بتعامل فيها ولكنها الأهم، اللي هي لجنة البير ريفيو اللي هيئة تحرير مجلة بتبعت لها البحث بتاعي أنا بتقيمه وتبعت ردودها على هيئة تحرير
ده اوكي او ده مش اوكي. عملية مراجعة الأقران هي نظام يتم فيه مراجعة المقالات المقدمة إلى مجلة من قبل خبراء في هذا المجال قبل نشرها. من المراجعة تنشر المجلة تتبع عملية مراجعة جيدة للأقران مقالات عالية الجودة تتناسب طرديا وبشكل منطقي مع ثقل هذه اللجنة وعمق خبرة أصحابها. فيهمني انه المجلة يكون عندها مراجعة جيدة وعميقة لموضوعات البحث في مجال نشري في مجال ورقتي البحثية، لانه ده بيساعد في ضمان مراجعة البحث من قبل خبراء موثوق فيهم ولهم اسمهم الرنان في مجال البحث. كمان اهتم بسمعة المجلة، وسمعة المجلة مجموعة عوامل بتبني سمعة المجلة. سمعة المجلة تستند الى عدد من العوامل، في تاريخ المجلة، هيئة التحرير، عملية مراجعة الاقران، مراجعة ان يتم النظر في نشر المجلة ذات السمعة الطيبة طبعا من قبل الاكاديميين والباحثين. بيسرع انتباه الباحثين والاكاديميين سمعة المجلة. عامل يراهن عليه تركيز المجلة. أي مجال بتركز فيه المجلة ده مهم، لأن المجلات ذات العموميات الواسعة أقل تخصصا وأقل تركيزا، أما المجلة اللي ليها تركيز محدد فده بيروح لها برضو عينة محددة من المتابعين ومن المهتمين. فأتأكد المجلة بتختار مقالات في مجال البحث بتاعي، وان محور المجلة هو ايضا محور لمجال بحثي اللي انا بعته للنشر. وده برضو بيدي فكرة ان المجلة ليها مجال بتركز عليه يمثل محور اهتمام لاكاديميين وبحثيين في المجال. اتأكد واهتم بجمهور المجلة. مين الجمهور اللي انا مستهدفه في ورقتي البحثية؟ سرعة نشر المجلة، ودي مهمة الحقيقة، لأنه في أبحاث قيمة ترسل للنشر، ولأن المجلة معقدة شوية في عملية اعتماد مراجعة الورقة واعتماد الورقة للنشر بياخد وقت، ولذلك ممكن أوراق مهمة أوراق بحثية مهمة تأخذ شهور وربما سنة أو أكتر. فبرضو سرعة نشر المجلة مهمة، لأن أنا يهمني حداثة بحثي ووصول بحثي اللي أنا شايفه أنه حديث وأنه مهم جدا أنه يوصل لجمهوري ويوصل للمختصين ويوصل للخبراء المهتمين بهذا المجال أو هذا البحث. عامل تأثير المجلة هو مقياس عدد مرات يتم فيها الاستشهاد بالبحث والمقالات المنشورة في المجلة في مجالات أخرى على مدار عامين. ويشير عامل التأثير الأعلى إلى أن المجلة أكثر تأثيرا وأن مقالاتها من المرجح قراءتها والاستشهاد بها من قبل باحثين آخرين. يهمني تصنيف المجلة سكيموميت جورنال رانك أو SGR. التصنيف ده مهم لأنه تصنيف تخصصي وبيركز على مقدار التأثير العلمي للمجلة، ويستخدم في حساباته عدد الاستشهادات التي تتلقاها مجلة وعدد مرات تنزيل مقالاتها في مجالات أخرى ومجلات أخرى وعدد مرات استخدام مقالاتها كمراجع في مقالات أخرى. عدد الاستشهادات أخذ في اعتباري عدد الاستشهادات التي تتلقاها مجلة ما في أو المجلة اللي أنا باعتها برضو والمجلات الأخرى، لأنها مؤشر جيد على تأثير ومكانة المجلة. القيمة العددية للمصفوفة Q1 Q2 Q3 Q4 ونأتي بالتفصيل في سلايدز قادمة في تركيزا على شرح هذه القيمة العددية أو هذا المقياس في قياس وتقييم المجلة العلمية. جودة هيئة التحرير يهمني أوي، زي ما بركز في لجنة المراجعة في ريفيو
ركز على هيئة التحرير. هيئة التحرير اللي ليها سمعة ومكانة، بتدي سمعة ومكانة ومجال تأثير للمجلة نفسها. من ضمن العوامل والمقاييس التي يجب مراعاتها عند تقييم مجلة علمية للنشر معدل القبول acceptance rate، وده معناه نسبة ما نشر إلى نسبة ما قدم. يعني قدم للمجلة 100 باحث، 100 بحث أو 100 ورقة بحثية نشروا منها 20، يبقى إذا معدل القبول 20%. وده يشير إلى معدل القبول المنخفض، بيشير إلى المجلة أكثر انتقائية وتنشر فقط مقالات عالية الجودة، لكن هنتكلم بالتفصيل ده في سلايد قادم إن شاء الله، لأنه في برضو مأخذ آخر يؤخذ في الاعتبار لما نتكلم عن معدل قبول المجلات. العنصر الآخر الوصول المفتوح open access، لأن في مجلات بتتقاضى أجور على الأكسسينج بتاع الأوديوس، الجمهور والمهتمين، بتطلب فلوس، بتطلب تشارجز، بتطلب فيز مقابل الأكسسينج للويب سايت بتاعهم. ده معناه انه ده بيمثل شيء من الهندرنس او العائق لوصول اكبر قدر من المهتمين والباحثين والمختصين والمتخصصين لهذه المادة العلمية. فالوصول المفتوح اصبح سمة مهمة جدا نتوخى واعتبارها وتقييمها والاخذ بحسباننا لأوبن أكسس، لأنه بيضيف بعد آخر مهم لانتشار المادة العلمية أو الورقة العلمية أو البحث العلمي لأكبر قدر ممكن من المهتمين. لأن في الحقيقة في قسم عريض من الناس بيحجم على الدخول إلى البيد جورنالز أو البيد ماجازينز، وبالتالي يهم الباحث جداً لما يقيم المجلات اللي هيختار منها مجلة هي الأنسب بالنسبة لبحثه، انه يهتم قوي ان هي open access. العامل الاخر تكلفة نشر البحث publication cost، ودي معناها مادة متوفرة عندي اقدر ادفع عشان انشر او لا. بس برضو في تبقى تركي هنا برضو لازم نذكره، ان المجلات القيمة المعتبرة المحكمة لا تتقاضى تكلفة للنشر، هي نفسها سمعتها ومكانتها بتغني عن ان هي تطلب تشارجز او فيز او كوست للنشر. وبالتالي هنتكلم عنها في السلايد القادم ان شاء الله بالتفصيل، ان ده من ضمن ما يميز المجلات المحكمة المعتبرة عن المجلات المزيفة او السطحية او قليلة الاثر والمكانة. المجلات المعتبرة ما بتطلبش في الغالب publication cost، ما بتطلبش في الغالب تكلفة للنشر، وده عامل مهم يجب ان احنا ناخده في الاعتبار. يهمني ان انا ارتكز على Journal Citation Report GCR، وده هنجيله بالتفصيل بعد كده ان شاء الله في سلايدز قادمة. ده معناه ان انا براعي في اهدافي عند اختيار المجلة عدة عوامل مش عامل واحد، بعضها اكثر تأثيرا واهمية، لكن في العموم بعضها يكمل بعضها عشان يكمل صورة متكاملة في مرحلة تقييمي للمجلات عشان اوصل لمجلة علمية محكمة، وابقى فاهم ان مفيش عامل واحد او متغير واحد او مقياس واحد ممكن يديني صورة متكاملة. ده معناه ان انا بقيم المجلات من خلال مقاييس عديدة، وفي النهاية اقول ان افضل طريقة لاختيار مجلة علمية محكمة هي التشاور مع مستشارك وغيره من الباحثين ذوي الخبرة في مجال عملك، حيث يمكنهم مساعدتك في تقييم العوامل المختلفة المناسبة والمؤثرة على البحث وفي المجال بتاعي. وكذلك ايضا انا عندي هوم ورك، عندي عمل خاص لازم اقوم بيه
وهو البحث والتنقيب عبر وسائل هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل عبر الانترنت. بتتكلم هذه المجلات والوسائل عن تصنيفات المجلات وترتيبها في مجال عملي او مجال تخصصي او في مجال بحثي. ومن مجموع هذا الجهد التكاملي اقدر اوصل باذن الله لمجلة محكمة هي الأنسب للبحث. جاء في مقاييس المجلات في مقاييس وعوامل تقييم المجلات العلمية استخدام المصفوفة أو المقياس Q1 Q2 Q3 Q4. والمصفوفات دي الحقيقة هي نظام بيستخدم لتصنيف المجلات العلمية من خلال تأثيرها ومكانتها في مجالها. هي نفسها الكيوز دي بتستند الى عوامل تانية عشان ترتب من خلالها المجلات من حيث التأثير والمكانة والشهرة. فكيو 1 مثلا، كيو على فكرة كيو سنس فور او معناها كوارتر او كوارترلي. كوارتر ده معناه الربع، يعني الربع الاول من مفهوم المصفوفة دي، يعني الربع الأول من ترتيب المجلات، الكريمة بتاع المجلات العلمية. يعني لو أنا حطيت المجلات في ترتيب تنازلي فكيو 1 كوارتر 1 أو الربع الأول، يعني بالطبيعة أو بالبديهة الكريمة بتاع المجلات من حيث ترتيبها شهرة وتأثيرا ومكانة. يأتي بعدها Q2 وهي أيضا مجلات عالية الجودة. تأتي بعدها Q3 ذات المستوى المتوسط. Q4 هي المستوى الأدنى من المجلات بحيث تنشر أبحاث لا تحظى بالكثير من الاحترام أو الاقتباس لأنها في الربع. ده معناه أن Q1 بتاخد أو تستقطب أعلى 25% من المجلات تأثيرا ومكانة، هي الكريمة. Q2 تأتيها في الترتيب، Q3 تأتي بعد كده، وQ4 هي الأدنى في الترتيب. الفرق الرئيسي بين الأربع أرباع للمقياس Q هو التأثير الملحوظ ومكانة المجلات. تعتبر طبعا المجلات اللي موجودة في الربع الأول هي الأكثر شهرة وتأثير، بينما المجلات اللي في الربع الأخير الأقل شهرة وتأثير. لابد أن نتذكر أن هذا المقياس ليس مثالي ولا ينبغي استخدامه كمقياس وحيد لتقييم وسمعة المجلة، بل لابد أن نأخذ معاه عوامل أخرى. ومثال على ذلك، ليه ما بناخدش الكيو مثال وحيد أو أوحد؟ يعني لأن ده بيتأثر بمجال نشر المجلة نفسها، بحيث المجلة اللي تنشر بحث في مجال متخصص للغاية قد يكون لها عامل تأثير أقل من المجلة التي تنشر بحث في مجال أكثر عمومية. يبقى هنا زي ما قلنا قبل كده، مجال التخصص عمقا أو سطحية بيحدد إلى حد كبير مكانة المجلة في مثلا هذا المقياس، مقياس كيو مثلا. ولذلك يهمنا ناخد امور اخرى في مجالات القياس. ومع ذلك يظل البحث المنشور في المجلة المتخصصة ذا قيمة مؤثرة حتى لو لم يتم الاستشهاد به جيدا مثل البحث المنشور في المجلة الاكثر عمومية. اتمنى تكون الجملة دي واضحة. اذا كنت بقصد القيمة مش الشهرة، القيمة العلمية المضافة الى Body of Knowledge او PK، يبقى ما يهمنيش قوي الكيو، لان الكيو ده تخضع لشوية عوامل اخرى. اذا كان في منظوري الوصول الى ارقى مكان او اعمق مكان، اعمق نقطة بحثية في مجال بحثي، قد يكون كيو دي متأخرة شوية. عموما الكيو بتختلف باختلاف مجالات البحث. فمثلا علوم الكمبيوتر كيو فيها عامل التأثير 10 او اعلى،
الفيزياء 15 أعلى، الدواء 20. ونلاحظ هنا ليه الدواء 20؟ لأن الدواء لا يقبل القسم على 2، يعني يهمني أنا وأنت وكل المهتمين وكل البشر أن يكون الدواء أكثر مصداقية من أي شيء آخر، ولذلك يهمنا كيو فيها تكون أعلى شيء اللي هو 20 وأعلى. الإنثروبولوجيا كيو بتاعها 4، الاقتصاديات 5، التاريخ 3. وده الكلمة أو التعليق اللي كان في السلايد اللي فات، أنه لا تغرنك قيمة كيو كمقياس وحيد، لازم تاخد كيو مع مقاييس أخرى، لأن كيو تتأثر بمجال البحث. يعني مثلا هنا التاريخ الكيو بتاعها 3، كيو 1 3، في حين الدواء الكيو 20 والفيزياء 15. الكيو نفسها ليها مقاسات دنيا، يعني الحد الأدنى في الكيو، فكيو مثلا كيو 1 يتطلب في العادة 3 اقتباسات على الأقل لكل مقال، كيو 2 اقتباس 1، كيو 3.1، كيو 4 ممكن يكون 0 لأن ترتيبها هي الأقل استقطابا للاستشهادات والرجوع كريفرنسينج وسيتيشن. على سبيل المثال، قد تتطلب مجلة في مجال علوم الكمبيوتر ما لا يقل عن 5 اقتباسات لكل مقال ليتم اعتبارها كيو 1، بينما تتطلب مجلة في مجالات التاريخ 10 اقتباسات على الأقل لكل مقالة ليتم اعتبارها كيو 1. لازم نفهم أن عدد الاستشهادات ليست هي العامل الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار عند تقييم المجلة، بل نأخذ مع عوامل أخرى زي عامل تأثير المجلة وجودة هيئة التحرير وسمعة المجلة والبريفيو جروب اللي تنشر في المجلة. يجب ملاحظة أن هذه مجرد إرشادات عامة، وأن قيمة كيو الفعلية قد تختلف من حقل إلى آخر، وأن أفضل طريقة لتحديد كيو العددية لمجلة معينة هي الرجوع إلى موقع المجلة على الويب أو موقع ترتيب المجلات، وعندي مقاييس مهمة دي تمثل بالنسبة لي هومور أعملها بنفسي، وبرضو أخد واستفيد من خبرات زمايلي والباحثين والناشرين الآخرين من هذه ده برضه هنجيلها إن شاء الله في سلايدز قادمة بالتفصيل، من سكيمو جورنال رانك اللي هو SGR، منها جورنال ستيشن ريبورت اللي هي GCR. من ضمن المقاييس اللي أنا بستخدمها في تقييم المجلات مؤشر H. مؤشر H هو مقياس يقيس إنتاجية وتأثير منشورات الباحث، ويتم حسابها عن طريق حساب عدد مقالات اللي يتم الاستشهاد بها على الأقل H مرة، و H مرة H نفسها عبارة عن 10، فيبقى لو عدد الاستشهاد على 20 يبقى أنا حققت أو المجلة دي أو المقال ده حقق 2 H وهكذا. فال H 10 يبقى لو 2 H يبقى معنى ذلك عدد الاستشهادات أو المقالات اللي استشهد بيها للباحث ده في المجلة دي 2 H يعني 20 مرة. من المهم ملاحظة أن H ليس مقياسا مثاليا للإنتاجية والتأثير. ليه؟ لأن ممكن التلاعب المانيبوليشن أو التلاعب في قيمة H، بمعنى يمكن تضخيمه بشكل مصطنع من خلال نشر عدد كبير من المقالات منخفضة الجودة، أو بنشر عدد قليل من المقالات عالية التأثير أو عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك يختلف مؤشر H اعتمادا على مجال البحث نفسه، حيث أن بعض المجالات أكثر تنافسية من غيرها. بشكل عام يعتبر مؤشر H مقياسا مفيدا لقياس إنتاجية وتأثير منشورات الباحث في مجلة معينة أو تأثير وإنتاجيته عبر أكثر من مجلة، ومع ذلك يتم استخدامه بالاقتران مع المقاييس الأخرى مثل عامل تأثير المجلات التي تنشر فيها الباحث للحصول على صورة أكثر اكتمالا للتقييم.
يتم حساب مؤثر حساب اتش بناء على عدد الاستشهادات، وقلنا انه ليس مثاليا، يمكن تضخيمه بشكل مصطنع، ثم لابد اعتماده على صحيح وبيقيس انتاجية الباحث وتأثيره، لكن لازم اعتمده مع مؤشرات اخرى. نأتي الى درجة تأثير المقال Article Inference Score او AIS. AIS الحقيقة هو مقياس مزدوج الرؤية، بمعنى هو مقياس لقوة تأثير المقال بتاعك، وهو أيضا مقياس لقوة المجلة اللي تنشر فيها، لأنه المقال نشرا بيمثل نهاية موفقة لحاجتين أو شيئين: قوة المقال نفسه وجودته، ثم سمعة ومكانة المجلة. ولذلك الـ Article Inference Score AIS حقيقة انعكاس لهذه الحقيقة. درجة تأثير المادة العلمية AIS هي مقياس لقياس تأثير البحث المنشور، يتم حسابه من خلال قياس عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بالبحث والمجلات اللي استشهدت بها. يرتبط AIS بكل من الباحث والمجلة. الباحث متصل بAIS لأن البحث بتاعه، والمجلة لأن البحث نشر في المجلة. يعتبر AIS مقياس مفيد، ولكن أيضا ليس مثاليا للتأثير أو الجودة، حيث يمكن تضخيمه بشكل مصطنع من خلال نشر عدد كبير من المقالات منخفضة الجودة، أو بنشر عدد قليل من الأبحاث عالية التأثير والجودة. بالإضافة إلى ذلك، AIS في مجال البحث يمثل عنصر في التنافسية والقوة والتأثير، فتكون قيمة AIS مرتبطة بقوة المقال وقوة المجلة أيضا، ويتم استخدامه مع مقاييس أخرى مثل عامل تأثير المجلة التي نشر فيها البحث لإعطاء صورة أكثر اكتمالا لتأثير البحث. Eigen Factor ده مؤشر آخر أو مقياس آخر بيستخدم لتقييم مكانة وسمعة وتأثير المجلة. هو مقياس يستخدم لقياس تأثير مقالات المجلة على المقالات الأخرى في نفس المجال، ويتم حسابه باستخدام خوارزمية معقدة تأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بالمقالات بتاعي أنا، أو المقالات اللي نشرت في المجلة وفي مجلات أخرى. تتشابه درجة Eigen Factor مع GIF لو جورنال امباكت فاكتور، ولكنها تأخذ في الاعتبار شبكة الاقتباسات الخاصة بالمجلة بدل من مجرد عدد الاستشهادات التي تتلقاها المجلة اللي هو GIF. هذا يعني انه يمكن استخدام درجة Eigen Factor لقياس تأثير مقالات المجلات حتى لو لم يتم الاستشهاد بها كثيرا. بنكمل تاني في الـ Eigen Factor. هو مقياس معياري، مما يعني انه يمكن مقارناته عبر المجلات المختلفة. لا تخلو درجة Eigen Factor من اعتبارات يجب اخذها في الاعتبار، حيث يمكن تضخيمه بشكل مصطنع من قبل المجلات التي تنشر عدد كبير من المقالات منخفضة الجودة يستشهد بها عدد مرات اكتر. ولذلك لابد ان اخذ الـ Eigen Factor مع مقاييس أخرى لتكتمل الصورة بشكل محايد. معدل القبول هو مقياس آخر. الحقيقة السلايدز دي بتتكلم عن أمور ذكرناها في مجمل العوامل والمقاييس التي تأخذ في الاعتبار لتقييم المجلة، لكن احنا بناخدها واحد واحد بتركيز وتفصيل أكثر. معدل قبول المجلة هو يتم حسابه بقسمة عدد المقالات المقبولة على عدد المقالات المقدمة. اتقدم للمجلة دي كام مقال نشر منها او اعتمد نشر كام مقال، ده بيحدد معدل قبول المجلة. تختلف معدلات قبول المجلة على نطاق واسع اعتمادا على مجال البحث نفسه او مجال النشر بتاع المجلة، ويعتمد على سمعة المجلة وعملية المراجعة وثقة المجلة ووزنها في المجال العلمي. تتأثر معدلات القبول بالوقت من العام،
الذي يتم فيه إرسال المقالة. ففي العادة تتلقى المجلات المزيد من الأبحاث في أشهر الصيف، فتكون معدلات القبول أقل. يعني عرض وطلب، أحط في دماغي أنه الموضوع ده في عرض وطلب. معدلات القبول ليست دائما مؤشر موثوقا وحيدا لجودة المجلة، فليست كل المجلات ذات معدلات القبول العالية منخفضة الجودة. يعني أيضا برضو أحط فيها ثقل المجلة وعمق التخصص فيها وجودتها وجودة المقالات اللي بتنشر فيها، كل دي عوامل بتأثر على معدل قبول المجلة، ولذلك هي عامل مع عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار. ازاي اقيس معدل قبول المجلة؟ ده من خلال مواقع، برضه في سلايدز جاية بتدلك على مواقع تخصصية ساعدك كتير على وزن وتقييم المجلة. من ضمن الويب سايتس او مصادر قياس معدل القبول هي بيانات المجلة نفسها. المجلات لابد انها تكون شفافة وشفافية بالقدر الموثوق به، انها تقول انا معدل قبول عندي قد كده. لكن في مجالات اخرى اقدر اعرف منها معدلات القبول، واقدر اعرف منها معلومات هائلة جدا، منها ويب ساين، من سكوبس، وفي مجلات اخرى هنذكرها ان شاء الله في القادم من السلايدات. طبعا اقدر اعرف معلومات كتيرة عن المجلة، منها معدل القبول، من خلال الاتصال المباشر بالمجلة، لانه لازم يجاوبوني على اسئلة كتيرة منها معدل القبول عنده. يعني ملحوظة اخرى، ان معدلات قبول المجلة يمكن تتغير بمرور الوقت، لذلك ده طبعا عرض وطلب زي ما قلنا، زي عرض وطلب زمني خلال العام، هو عرض وطلب طبعا عام، قد ايه بيوصل لهم وقد ايه يقدروا ينشروه، فممكن يتغير مع الوقت. لذلك من الجيد دايما التحقق من معدل قبول المجلة قبل تقديم البحث. كيف نقيس سمعة المجلة؟ المقياس يجب ان يكون المقياس الذي تختاره ذا صلة بمجال البحث الذي تعمل فيه. على سبيل المثال عامل التأثير GIF اللي كلمنا عليه قبل كده يعتبر مقياس جيد لقياس سمعة المجلة في العلوم الطبيعية، ولكن قد لا يكون مناسب لقياس سمعة مجلة في العلوم الإنسانية. العلوم والمجالات بتأثر كتير على المقاييس، ولذلك لازم نكون سيلكتيف قوي، لازم نكون فاهمين قوي أي مقياس استخدمه في المجال بتاعي وله وزن أكتر من مقياس آخر يستخدم في مجال مختلف. الفترة الزمنية مهمة لحساب المقياس، فترة عامين تختلف عن فترة 5 سنوات. يعني لازم أميز مثلا GIF عن GCI. GIF بياخد فترة 5 سنوات، GCI بياخد 2 سنين، فلازم اخد في الاعتبار هل المقياس ده بيقيس تأثير المجلة وسمعتها ومكانتها ومعدل الانتشار والقبول. كل العوامل دي لو انا باخد المقياس الزمني 2 سنين هتختلف لو انا باخد نفس المقاييس ل5 سنوات. الاقتباسات هتتأثر ب2 ولا 5 سنوات، 2 من وقت النشر او 5 سنوات من وقت النشر. السياق اخده في الاعتبار لما اجي اقيس سمعة المجلة. بشكل عام من المهم استخدام مقاييس متعددة ومراعاة السياق عند قياس سمعة مجلة أكاديمية. بعض الطرق اللي اقدر استخدمها لقياس سمعة مجلة، من هذه الطرق جورنال امباكت فاكتور اللي هو GIF، ايجين فاكتور، EIS، ارتكل انفرنس سكور، مؤشر اكس، عامل التأثير مدة 5 سنوات، معدل قبول المجلة، عملية مراجعة الاقران. دي كلها عوامل استطيع من خلالها قياس سمعة المجلة.
نيجي لعملية مهمة وهي قياس عملية مراجعة الأقران وعمق ومكانة ومصداقية هذه اللجنة. اللجنة دي مهمة قوي، رغم ان هي في الباك جراوند، رغم ان هي مش منظورة ليا وللآخرين، لكنها مؤثرة جدا، وأسامي الناس اللي في اللجنة دي مشهورة، ويعتمد شهرتها على تخصصيتها وحرفيتها، وأيضا أسمائهم بتبقى رنانة على مستوى النشر والمستوى الأكاديمي والعلمي ككل. من ضمن الأمور اللي أنا تهمني في هذه اللجنة عدد المراجعين، خبرة المراجعين، الوقت المستغرق لإكمال عملية مراجعة الأقران، جودة التعليقات، هل بيعلقوا بتفصيل أو بسطحية؟ لأن التفصيل يهمني أنا ويفيدني أنا كباحث، أما سطحية التعليقات ما تفيدنيش كتير. ثم معدل قبول نشاطهم قد إيه، وده برضو هي واخد في الاعتبار عدد المراجعين، لأن معدل القبول قد إيه المراجعين لو عددهم محدود جدا، غير لو عددهم أكبر، وده بيأثر على معدل القبول. في نفس المجال، مجال البحث بيؤثر في عملية مراجعة الأقران، دي ريفيو. سياسات المجلة بتؤثر أيضا في هذا الموضوع، ومن ضمن الحاجات اللي لازم تكون واضحة بشفافية مطلقة سياسات المجلة، وسياسات المجلة أقدر أعرفها من خلال الموقع المجلة نفسه ومن خلال وسائل أخرى اتكلمنا عنها في السلايدز اللي قبل كده. سمعة المجلة بتأثر وتتأثر، سمعة المجلة بتؤثر وبتتأثر باللجنة بتاع الأقران. التجربة الخاصة دي مهمة جدا، ممكن أنا أكون نشرت في المجلة دي وعندي خبرة في هذه المجلة أو مجلات أخرى، فأستخدم تجربتي الخاصة في تقييم لجنة المراجعة. لكن بالعموم لا يوجد مقياس واحد يمكنه قياس جودة عملية المراجعة للمجلة بشكل مثالي، من الأفضل دايما مراعاة مجموعة من العوامل معا عند اتخاذ قرار بشأن مكان نشر البحث. نأتي لموضوع تكنيكال شوية، بالتفصيل شوية أو بالعمق شوية، يفيدني كتير في موضوع تقييم المجلات من حيث السمعة والمكان. في الكرافت اناليتكس طلعت الجورنال سيتيشن ريبورت، يعني الجورنال سيتيشن ريبورت اللي هو جي سي اي، وليد البيبي بتاع كرافت اناليتكس. الجي سي ار هو احدى اصدارات الكرافت اناليتكس التي توفر ادوات كميه لتصنيف المجلات ومقارنتها وتقييمها، ويعتمد على البيانات التي تم جمعها من الويب اوف ساينس كورس كوليكشن، وهي قاعده بيانات للادب العلمي. يتضمن الجي سي ار اللي هو جورنال سيتيشن ريبورت عدد من المقاييس المختلفه، بما فيها الجي اي اف اللي احنا اتفقنا عليه، الانديكيشن فاكتور للمجله، وعامل التاثير لمده 5 سنوات، والمؤشرات الفوريه للنشر، ونصف العمر المذكور، وعامل الايجيب فاكتور. يستخدم الجي سي ار من قبل الباحثين بتوسع وباطمئنان وبمصداقيه، لان الداتابيز او المعلومات اللي متوفره من خلال هذا المقياس لها مصداقيه، وتهم الباحثين وامناء المكتبات والناشرين، كما يتم استخدامه من قبل وكالات التمويل والمنظمات الاخرى لتقييم جوده البحث. اتكلمنا في السلايد اللي فات على جي سي ار. السلايد ده ان شاء الله هنتكلم شويه او نلقي الضوء شويه على فوائده بنظره مقربه. الجي سي ار بيوفر نظره عامه شامله على مشهد النشر العلمي ككل، بيسمح لك بمقارنه المجلات عبر مختلف التخصصات والمناطق، بيساعدك على تحديد المجلات عاليه التاثير لتقديم ابحاثك واوراقك العلميه، بيساعدك في اتخاذ قرارات مستنيره بشان التطوير واداره المحافظ البحثيه الخاصه بيك، وإذا كنت باحث أو أمين مكتبة أو ناشر،
فهو مصدر قيم ومهم يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملك وتحديد أفضل المجالات لاحتياجاتك وأبحاثك. جي سي آر بينشر سنويا، وأحدث كوبي لي أو أحدث إصدار هو 2022، وهو متاح في المطبوعات وعلى الإنترنت. ونأتي سويا إلى المحطة قبل الأخيرة في هذه الدورة، وهو كيفية التواصل مع المجلات العلمية وطلب النشر. أولا، مطلوب من الباحث قراءة شروط النشر الخاصة بالمجلة بكل جدية وكل دقة، لأن كل مجلة لها شروط نشر خاصة. لابد من التأكد من البحث المراد نشره يتوافق مع معايير المجلة، وإن احنا نتفهم هذه المعايير بدقة. ثم على الباحث أو الباحثة، طبعا أنا يعني سامحوني في والباحثة عشان لفظ عام يعني وشامل، على الباحث أن يتصل بالمجلة قبل تقديم بحثه عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، ويسألهم ما بدا له من أسئلة علشان يستوضح منهم كل ما هو غامض أو مطلوب التدقيق فيه، ويسألهم أيضا على دليل المؤلفين اللي هم الناشرين اللي نشروا قبل كده، وده هيقدم له مزيد من معلومات حول كيفية إعداد بحثه. عليه أيضا أنه يقدم البحث بشكل جيد وخالي من الأخطاء، وأنه يقدم بشكل منظم ودقيق، لأن ده بيريح المراجعين ويديهم انطباع وأريحية وهم بيراجعوا البحث. لابد أن الباحث يكون صبور، لأن موضوع بتاع التقديم من وقت التقديم إلى وقت الموافقة أو التصديق على النشر قد يستغرق وقتا طويلا، قد يستغرق شهور. ويستخدم في التواصل مع المجلة عنوان بريد احترافي وليس عنوان البريد الإلكتروني الشخصي، وده معناه أن بريده يتضمن الاسم واللقب. علينا أن نكون مهذبين عند الاتصال بموظف المجلة، ونتذكر أنهم مشغولين وقد لا يتحلوا بالصبر كثيرا في تغطية كل الأسئلة. علينا أن نكون واضحين ومختصرين عند الاتصال بالمجلة، نحدد بالظبط اللي احنا عايزين نعرفه وليه احنا عايزين نعرفه او مهم لينا ان احنا نعرفه، وايضا مستعدين للرد على اسئلة المحاور الاخر على طرف التليفون او الطرف البريد الالكتروني، ان هو هيسأل والمفروض انا اجاوب او اجيب على اسئلته بشكل واضح ومختصر. في كل هذه البروسيس او هذه العملية مهم جدا اني اعتمد على مشورة خبراء زملائي واصحابي اللي سبقوني بالنشر. هذا يوفر حصيلة هائلة من المعلومات والخبرة والافادة. واخيرا وليس اخرا، يمكننا الاستعانة بمؤسسات علمية واستشارية اكاديمية ذات مصداقية في مجال نشر الابحاث والاوراق العلمية في المجلات المعتبرة والمحكمة. ونأتي سويا إلى آخر محطات هذه الدورة، وهو كيف يمكنك التمييز بين المجلة العلمية الحقيقية والمزيفة. المجلات العلمية الحقيقية لها معايير نشر صارم، بما في ذلك إجراءات مراجعة الأقران الدقيقة والتقييمات الانتقادية من قبل الخبراء. فإذا لم تكن المجلة لها معايير نشر صارمة وغير شفافة، فمن المرجح أن تكون هذه المجلة مزيفة. في المجلات العلمية الحقيقية لديها شبكة قوية من الخبراء في مجالها، ويشمل ذلك المراجعين، هيئة المحررين والناشرين. فإذا لم تكن المجلة لديها شبكة قوية من هؤلاء الخبراء، فمن المرجح أن تكون مزيفة. المجلات العلمية الحقيقية لا تتقاضى رسوم نشر أو تتقاضى رسوم نشر مناسبة. فإذا كانت المجلة تتقاضى رسوم نشر عالية، فمن المرجح أن تكون مزيفة. المجلات العلمية الحقيقية لديها مواقع ويب عالية الجودة، تحتوي على معلومات دقيقة وحديثة وشفافة. فإذا كان موقع الويب للمجلة يبدو رديء الجودة أو لا يحتوي على معلومات غير دقيقة وشفافة، فمن المرجح أن تكون هذه المجلة مزيفة. لابد أن نتحقق من وجود مراجعات إيجابية من الخبراء، ويمكنك البحث عن مراجعات إيجابية من الخبراء حول المجلة على الإنترنت أو في مجلات أخرى. فإذا لم
تتمكن من العثور على أي مراجعات إيجابية، فالمرجح أن تكون مجلة مزينة. كن حذرا من المجلات التي تنشر الأوراق بسرعة، فعادة ما يكون للمجلات الأكاديمية الحقيقية عملية للنشر تستغرق عدة أشهر أو أكثر. بعض المجلات العلمية المزيفة لها أسماء غريبة وغير شائعة. بعض المجلات العلمية المزيفة تحتوي على محتوى غير دقيق أو غير أكاديمي بحت. إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت المجلة حقيقية أو مزيفة، فمن الأفضل أن تتحقق من قائمة المجلات العلمية المحكمة على موقع المعهد الدولي للمعلومات العلمية. ثم هناك مواقع وويب سايتس وريسيرش إنجن هائلة ودقيقة وممتازة تساعدك على هذا التمييز بين المجلات العلمية الحقيقية والمزيفة، مثل جي سي آر وده كلمنا عليه قبل كده، الإلسفير، إيدنز، ويب أوف ساينس، كلارفيت وسكوبس، وده يساعدك على تأكد من مكانة وسمعة المجلة وإن المجلة المستهدفة حقيقية ومعتبرة. للمزيد من المعلومات للوصول إلى هذا الهدف المنشود، وهو تصنيف الدقيق للمجلات العلمية المحكمة والاطمئنان لهذا التصنيف، الحقيقة أنا حطيت حوالي 3-4 سلايدز فيها هذه الوسائل للتواصل أو التشانلز اللي نوصل من خلالها إلى التدقيق والاطمئنان في التدقيق. ده سلايد وده تاني سلايد أسيبه لكم من خلال الإخوة الزملاء المباشرين والمشرفين على هذه الدورة، يمكن من خلالهم الوصول إلى هذه السلايد وهذه المعلومات. ومن ضمن برضو الوسائل للوصول أو الاطمئنان أو التدقيق أن ننظر أو نتحقق من موقع المجلة وشهادات مجلة المؤلفين أو الناشرين، وكمان ننظر إلى أحدث إصدارات للمجلة، وده يعطيك فكرة جيدة عن محتوى المجلة وجودة المقالات المنشورة، وكمان نتأكد من محرر المجلات الأخرى وتقييمات المحررين والمؤلفين والناشرين عن المجلة دي نفسها لنطمئن. دي أيضا بعض الويب سايتس اللي تساعدنا في التصنيف والتدقيق والاطمئنان للمجلات العلمية المحكمة. وأخيرا وليس آخر، نصيحة عامة بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، واسمحوا لي أن أنا برجع ذكرتها في بداية الدورة وأذكرها في نهاية الدورة لأهميتها الكبيرة وانعكاساتها الكبيرة على مجال البحث العلمي، وأقصد بها استخدام الذكاء الاصطناعي. عليك باغتنام ثورة الذكاء الاصطناعي بإمكانياتها الهائلة أكبر وأفضل قدر ممكن في إعداد الورقة البحثية، ولكن احذر أن يكون ذلك على حساب فقدانك لذاتك أو شخصيتك البحثية ودافعك وشغفك البحثي. وده مهم أنك تحافظ على شغفك البحثي ونقاؤه ودقته، وفوق ذلك أمانتك البحثية. اقتراحي في هذا المجال هي معادلة متوازنة من حكمة وذكاء وأمان. الحكمة في حجم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وكمية الاستفادة منه، الذكاء في انتقاء ونوعية الاستعانة والاستفادة مع التدقيق فيها، الأمانة في خلو المادة المستفادة من الغش وادعاء الفضل، والتأكد في نفس الوقت من عمق البصمة البحثية للباحث أو الباحثة في العمل البحثي، وليست بصمة ماكينة أو جهاز الروبوت. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وشكرا لكم لمشاركتكم الجميلة ولجميل استماعكم واهتمامكم، والآن أتى وقت الأسئلة والأجوبة.